اخباركم؟ اليوم الفيديو رح يكون مشترياتي لانه انتو كتير بتحبوا هيك فيديوهات. كل ما نزل فيديو مشترياتي انتو كتير بتتفاعلوا عليه. اليوم انا شارية كتير شغلات وحابة اني اورجيكم ياهن. وكل شغلاتي اللي اشتريتهم من موقع زفول، اكيد بتعرفوا لانه شغلاتهم جايز بيجننوا عن جد. انا لما بشتري تياب على النت بس بشتري يا اما من شي ان او من زفول، لانه تيابهم هن الاثنين عن جد بيجننوا. فرح احط لكم موقع كل قطعه اشتريتها تحت بالوصف، وكمان اكيد جبت لكم كود للخصم. اذا استعملتوا هذا الكود رح تاخذوا 18% خصم، واذا اشتريتوا بمبلغ يعني اكثر من 40 دولار كمان بتاخذوا لسه 20%. اذا استعملتوا هذا الكود فاستعملوا هدول الكودز من 17 شهر ل 19 شهر، لانه ب 18 شهر زفول رح يكون انه هيك عيد ميلاد زفول، لانه رح يصير عمر الشركه 5 سنين. فواو عن جد يعني بخمس سنين حققوا كل هذا شيء، عن جد الشركة بتجنن. ويا خلونا نبلش بالفيديو. اوكي جايز، فاول شيء رح اورجيكم اياه هو هذا الفستان. هذا الفستان كثير عجبني، وبتعرفوا انتم قديش بحب اللون الاصفر، وهلا رح البس لكم اياه واورجيكم كيف شكله على اللبس. هذا الفستان كثير كثير هيك حلو للصيف وهيك مريح. ثاني شيء كمان فستان، واللي هو هذا الفستان كمان باللون الاصفر، لانه انا مثل ما بتعرفوا بحب اللون الاصفر. اوكي، فهذا الفستان بيجي من هون هيك مطاط، ومن هون كمان مطاط، يعني بيجي هيك وكتير حلو وله هيك شقه. جايز اذا انتم ما بتقدروا تلبسوا هذا الشيء مثلي انه هيك شق وما بعرف شو، فيكم تلبسوا فوقه جاكيت جينز او اي جاكيت هيك صيفي، وكمان فيكم انكم تخيطوا هي الشقه مثل ما انا رح اعمل، والفستان بيطلع كتير حلو. وثالث قطعه هو هذا الجينز اللي بيجي من تحت هيك. بصراحة هذا الجينز فكرته انه هيك مطاط بس ما طلع هيك. انا بصراحة حبيت اللون كتير وحبيت الستايل كمان كتير، بس المشكلة انه لما البسه من فوق بيكون كتير ضيق لهيك ما برتاح فيه كتير، بس كتير حلو على اللبس. وهلأ دور هذا التيشيرت اللي كتير حلو جايز، مكتوب عليه that's gross، يعني هاد شي بيقرف، ومن هون بيجي هيك شوي ضيق. فأنا كتير بحب هذا الموديل، واللون كمان كتير حلو. أنا بصراحة بحب هيك ألوان يعني تكون ملونة، ما بحب ألبس بس أسود أو أبيض أو هيك ألوان يعني عادية. انا ورجيتكم هلا هي الكنزة، لازم اورجيكم هذا التيشيرت اللي كمان تقريبا مثله. عفوا هذا مو تيشيرت، هذا بودي، هيك بيكون شكله. هو كمان بيجي من هون ضيق وطلعوا هيك بودي، كمان تقريبا مو تقريبا نفس الموديل، الا هذا بودي وهذاك تيشيرت وهذا هيك مربعات. صراحه ما بعرف ليش بس انا بحب هيك الشغلات الغريبه، يعني انه مثل ما قلت لكم لا تكونوا هيك كتير بيسك، جربوا شغلات جديده. الشغلات لسه ما حدا جرب، انا بصراحه لسه ما شفت حدا جرب هذا البودي، فلهيك انا بحب انه اجرب الشغلات الجديده واللي لسه ما حدا جرب. عرفت كيف؟ اوكي، فبما اننا نحن مع التيشيرتات رح اورجيكم هذا التيشيرت اللي كمان اشتريته. هذا بصراحه شفته وكثير عجبني، مع انه كان اسم الشباب بس جبته لانه كثير عجبني وهيك واسع وكثير حلو للصيف. او ماي جاد جايز، انا كثير حبيته. انا اشتريته بالمقاس ام مشان يكون كبير علي، بس طلعوا جايز كثير كبير طلع، بس حبيته كثير ورح البسه كتير.
لسه اشتريت هذا الكروب توب مشان البسه تحت شيء اذا كان هيك. هذا الكروب توب وهي القطعة اللي بتجنن جايز، انا كتير حبيت هاي القطعة، جبتها وكنت حابة اني البس شيء تحته طبعا. كتير عجبني جايز، طلعوا وهذا كتير عجبني جايز، هيك مطاط وهيك يعني بيسك وعادي، بس اذا لبستي مع هاد ما بيضل بيسك، طلع كتير حلو كتير حلو، كتير حبيته والتطريزة تبعه بتجنن جايز، كتير حبيته هيك كتير صيفي، عرفتوا كيف. والشي اللي بعده جبت لسه هذا التيشيرت اللي بجنن جايز، انا كتير حبيت هذا التيشيرت مشان هاي الوردة. لهذا التيشيرت الواحد فيه يلبس كتير شغلات، لهيك اشتريتهم وكتير حبيته. والقماش جايز، القماش بجنن، بعدين جايز دور هاد الطقم اللي جبته، هاد اللي فوقه بيطلع مثل الكروب توب ورح البس هاد تحته بيطلع لسه احلى. فيعني بس اكتر شي عجبني هو ما بعرف اذا بيسموه بنطلون، كتير واسع وكتير حلو للصيف، كمان باللون اصفر. فهون في له جيبتين، خليت الشغلات الحلوة لآخر الشيء. تلا بنطلون جايز. إذا بتعرفوني، إذا بتتابعوني، إذا أنتوا بحياتي، إذا أنتوا أنا عايز جملة مفيدة. You know إنه مشوف بعض كل يوم وهيك بتعرفوني. تعرفوا إنه أنا ما بحب ألبس شيء ما بكون مرتاحة فيه. هيك اشتريت بنطلونين من هذا الموديل، شايفين؟ كتير حلو جايز. وهون في له جيبة وهيك شاط على الجهة الثانية كمان، هذا الشيء اللي محلي. وهون كتير هاي ويست، يعني اذا انتو بتحبوا البناطرين الهاي ويست هالبنطلون جايز بجنن بجنن بجنن، بس لازم تنتبهوا لانه هذا اللون بيخيل شوي، بس كتير حلو شايفين. البنطلون الثاني اللي انا هلا لابسته لانه كثير مريح باللون الاسود، صراحه هي مو اول مره انا عم البس هذا البنطلون، ومو ثاني مره ومو ثالث مره، لانه اول ما اجاني كثير حبيته وما قدرت اني انطر لحتى اعمل هذا الفيديو، لانه انا شخص كثير كسول وكنت بعرف انه هذا الفيديو رح يطول. جايز انا هلا كنت عم اتمكيج، اوكي وتمكيجت بهدول الثياب اللي انا هلا فيهم، وانا عم اتمكيج وقعت نقطة فونديشن على البنطلون وكتير زعلت بصراحة، لانه مرة وسخت التيشيرت تبعي كمان بالفونديشن وما راح الفونديشن منه، فان شاء الله الفونديشن تروح من هذا البنطلون، لانه بصراحة هذا البنطلون صار بنطلوني المفضل جايز، حرفيا المفضل، كتير حبيته ويا.